يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه يجوز الحلف بصفات الله مثل أقسم بوجه الله أو وحياة الله، فهل هذا على إطلاقه أم أن هناك صفات لا يقسم بها؟ فهل يقسم بصفة الساق لله وكذلك اليد وما أشبهها من الصفات؟ كل ما ثبت من صفات الله يقسم به، كل ما ثبت من أسماء الله وصفاته فإنه يقسم به بدون تحديد. نعم.